الفوز والناموس، تهانينا والناموس. المركز الثاني شواهين سمو الشيخ حمدان محمد براهده مكتوب، المركز الثالث شاهينيه لسمو الشيخ حمدان براهده مكتوب، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان محمد براهده مكتوب، المركز الخامس سعيد بن محمد المري، المركز السادس احمد لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوب، المركز السابع لسمو الشيخ حمدان براهده مكتوب، المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن محمد وراشد المكتوم، المركز التاسع لمحمد بن خلفان لغويص. والتوقيت الزمني 6:14 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز هنا من أرضية هذا الميدان، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع انطلاقات هذا الميدان، ميدان الطي. هذه انطلاقة شوطنا الثاني اللي خصص لأبكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ، ونتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. حديثنا دائما في أرضية هذا الموقع، حديثنا دائما في عمق أرضية هذا الميدان اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان براشد مكتوب على ظهر الشاهنية، سعيد بن محمد بن حزيمة النقلة على مصيحة. تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم عم بن عبيد بالدبيلة بالشاهنية. تأتي في ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. انتقل وياكم الى رابع المراكز الشاهنية على ولا غزلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. النقل على المركز الخامس بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن رفيع. النقل على المركز السابع، اللي في المركز السابع واللسات هناك شعار سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. النقل على المركز الثامن، اللي في المركز الثامن الشهرية ولا سلام على ثامن المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. تاسع المراكز هنا شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير. النقل على المركز التاسع، اللي في المركز التاسع وصلة النصيبة لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويص. نقلتنا الى عاشر المراكز شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن راشد بن غدير. هاي النتيجة، هكذا هي النتيجة، ها هي الصراع القوي. هنا المنافسة الجميلة على العشرة المراكز الاولى وعلى نيل المركز الاول. من صاحب الحظ السعيد هذا والعلم عند الله. يا سلام يا الشاهنية، مسيطرة الشاهنية صامدة على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظة، يعني ماخذ اتجاهها الى الناموس، الى الناموس، اتجاه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن حزيم هو من يقدم ويدفع بالشاهنية بهذا الشوط الاول الرئيسي لبكار المهجنات الاصايل. يا سلام يا الشاهنية، ايضا تليها بثاني المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. النقلة على المركز الثالث، سلام ولا غزلان، تأتي في ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. انتقل وياكم الى رابع المراكز مصيحة، تأتي على رابع المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوب ويمعى بن عبيد بالدبيلة. شواهين تأتي في خامس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير. النقلة على سلام تأتي في المركز السادس، سلام سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. انتقل وياكم الى النصيبة، تأتي في سابع المراكز لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لغويص. شواهين تأتي على ثامن المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر حمد بن راشد بن غدير. انتقل وياكم هناك الى تاسع المراكز، اللي في المركز التاسع اكتشاف وعبد الله بن حميد بن حميدان. عاشر المراكز تصل فيه شواهين
لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم حمد بن راشد بن غدير. 1400 متر 1400 متر، والكل بالحقيقة الجماهير تنتظر هذه الأوامر المميزة. الجماهير على جمرة من نار تنتظر هذه العروض الجميلة اللي قد منها الابكار في اللحظات الأخيرة، والشاهنية مسيطرة. الشاهنية حتى هذه اللحظة صامدة على مقدمة الشوط لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، واحد شبابنا بالحقيقة، احد خبراء هذه الرياضة العربية الاصيلة، سعيد بن محمد بن حزيمة النقلة على الشاهنية في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوة شواهين على ثالث المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم. حمد بن راشد بن غدير سلام تأتي على رابع المراكز، وهنا تأتي غزلان في المركز الخامس، كلهن تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. انتقل وياكم إلى المركز السادس. المركز السادس شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم حمد بن راشد بن غدير اكتشاف عبد الله بن حميد بن حميدان. انتقل وياكم مزنة ومبارك بن راشد بن ثلاب. النقلة على المركز التاسع شواهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم حمد بن راشد بن غدير. الله يا 500 متر، الله يا 500 متر، قدمني عند الشاهنية، روح مع الشاهنية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن.